مساء الخير. واحد صاحبي حكالي حكاية غريبة قوي، حكاية حصلت معاه. كان واقف مرة بالليل متأخر على الدائري وعايز يروح القاهرة الجديدة، واقف ميكروباص معلهوش نمر، قال له رايح ال قال له رايح طبعا، اركب. حاضر. ركب، كل اللي في الميكروباص قاموا مطلعين له خناجر، قالوا له الخناجر دي مسمومة، عايز تذيع قول ذيع. فطلع الفلوس اللي معاه والموبايل والبنطلون، لا المهم انه نزل في الاخر مضروب ومتخرشم وشكله لطيف كده. راح القسم يقدم بلاغ، فلقى الضابط قاعد مولع سيجاره وحاطط رجل على رجل، وساله ايه المشكله؟ فحكى له حصل كذا كذا كذا. الضابط قام ردد عليه بكل برود، قال له مش الميكروباص الابيض اللي من غير نمر ده بيعدي كل يوم على الدائري الساعه 1 الفجر، ما تبقاش تركبه. طبعا مش هحكي لكم ايه اللي حصل بعد كده. هو رد على الضابط قال له ايه، لان ما يصحش تقول كلام زي كده على الهواء ولا حتى مسجل. بس المهم ان الموضوع نتج عنه اشتباك بين الصديق ده صاحب المشكله والسيد الضابط. وهكذا يا سادة يا كرام، بقينا قدام مشكلة انفلات أمني فريدة في النوع والشكل والرائحة. شرطة حضورها في الشارع ليس كما يجب، حتى لو كان هذا الأمر محصلة مجموعة من التجاوزات الفردية لأشخاص بتجمعهم أفكار وظروف نفسية غير سليمة، وشعب بيتضرب من البلطجية ويرجع ما يعرفش ياخد حقه بالطرق القانونية، فتتعقد المشكلة أكتر ويلجأ بعض الناس لأخذ حقوقهم بطرق غير القانون. ناهيكم بقى عن الإحساس المتبادل اللي بينمو بين الناس وبين جهاز الشرطة لما يتعرض لمواقف زي كده. المواطن ما بيعتبرش تصرف الضابط اللي عارف المجرم وسايبه علشان يربي الناس، ما بيعتبرش ده تصرف فردي أو متجاوز، أو لو الداخلية عرفت بيه هتعالجه وده أمر لا شك فيه، ولكن بيلجأ إلى اعتبار جهاز الشرطة كله على بعضه جهاز مش شايف شغله أو جهاز عدو. في جمعيات معمولة للتقريب بين الشرطة والشعب وبيحاولوا يغيروا الصورة ديت، ومع وجود أزمة مع الداخلية كلها نتيجة الاتهامات اللي بتوجه لبعض الضباط بقتل المتظاهرين، ولم يصدر في أغلبها أحكام إلى الآن، أو صدر صحيح في قضية أمين الشرطة اللي طلع إن هو اللي قتل شباب الثورة كلهم وولع البلد وتسبب في زلزال 92 ومجاعة الصومال، ومش بعيد الانفجار النووي في هيروشيما وناجازاكي زي ما كلنا عارفين. في ائتلافات اتعملت من ضباط الشرطة، وفي مجموعات على الفيسبوك بيعبروا بيها عن أفكارهم وبيحاولوا يشركوا المجتمع معاهم في الأفكار دي عشان الناس يكسروا الحاجز النفسي اللي بينهم وبين الشرطة. احنا معانا النهاردة أحد المشاريع التي تحاول التقريب بين الشرطة والشعب. معانا الخبير الأمني الأستاذ إيهاب يوسف، هيكلمنا عن الرؤية المطروحة من قبل هؤلاء من هذه المجموعة لتطوير جهاز الشرطة بعد الثورة. بنفكركم ما تركبوش ميكروباصات من غير نمر بالليل، وبنفكركم بصفحتنا اللي ظهر قدامكم على الفيسبوك، وبنفكركم تكملوا معنا بعد الفاصل. اهلا وسهلا بكم مره تانية، ومع بنستضيف النهارده الاستاذ ايهاب يوسف الخبير الامني والاستراتيجي، وهو امين عام جمعيه الشعب والشرطه لمصر. اهلا بيك يا دكتور ايهاب. اهلا وسهلا، لينا الشرف يكون مع حضرتك. الله يخليك. انا حابب اخد فكره عن جمعيه الشعب والشرطه لمصر، متى تاسست وعملها واختصاصاتها وخططها للمستقبل. جمعيه الشرطه والشعب لمصر ناس كتير بتعتقد انها اشرت بعد الثوره. هي اشرت سنه 2007 بهدف تحسين العلاقه بين الشرطه والشعب. يعني هي ما اشرتش بعد الثوره؟ لا، اشرت سنه 2007. يعني انتوا امن دوله؟ لا، ليه؟ اي حد بيحاول يصلح العلاقه بين الشرطه والشعب يبقى امن دوله؟ اكيد. حضرتك عندك شك في كده؟ لو حد يعمل جمعيه
للعمره والحج لازم ياخد اذن من امن الدوله. قصدي فاي حد هيبقى عايز يصلح العلاقه بين الشرطه والشعب هيبقى مش امن الدوله. قصدي حضرتك خدت موافقات من امن الدوله هو لا. لحد دلوقتي الوضع لا انا طبعا الموافقات دي بس انا بتكلم انه اكيد حضرتك ليك اتصال قوي بامن الدوله طالما التخصص بتاع الجمعيه ديت لعلاقه الناس بالشرطه في عهد حبيب العدلي حضرتك ما كنتش بتنسق مع امن الدوله؟ الجمعية هدفها تحسين العلاقة بين الشرطة والشعب وده بيستلزم حسب نظرية مين؟ نظرية الشعب ولا نظرية الشرطة؟ ما نظرية المواطنين اللي هم من الطرفين لأن الشرطة والشعب مواطنين في الآخر وعشان كده حتى احنا لما اخترنا الاسم قلنا الشرطة والشعب لمصر مش لأي حاجة تانية عشان يحصل تنسيق بين الطرفين عشان يحصل اقتراحات تلاقي قبول لدى الطرفين لازم يكون الجمعية مقبولة لدى الطرفين. طب هي كانت مقبولة لدى الطرفين؟ احنا الحمد لله كان لنا علاقة طيبة جدا مع الشارع من خلال المؤسسين بتوعنا لان المؤسسين بتوعنا فيهم ناس كتير قوي من الافاضل زي المرحوم ماهر أباظة ومرحوم احمد ماهر وناس كتير زي السفير حسن عيسى رئيس مجلس الادارة الحالي ناس كلهم كل دول محسوبين على النظام السابق يعني. خالص بالعكس هم ناس الناس ما لو صح لازم نفرق بين من لوث في النظام السابق ومن خدم مصر في النظام السابق لان لازم يكون في فرق بين الاثنين والا هنقول ما احنا كلنا كنا عايشين في مصر يعني يبقى احنا مش هنقدر ننفي عن نفسنا المصريه في خلال 30 سنه. لا انا ما نفيتش ان هم مصريين بس انا بتكلم ان دولت كانوا جزء من نظام حسني مبارك الفاسد اللي عذب المصريين وقتلهم لمده 30 سنه وبالتالي دول مش من الشعب دول وجهه نظرهم اكيد وجهه نظر الشرطه مش وجهه نظر الناس. لا هي الناس دي يعني لو حضرتك انا مش بتكلم على اشخاص لا بس انا بتكلم انه حضرتك طالما اشهرت الجمعيه دي سنه 2007 ممكن حضرتك تكون نيتك سليمه جدا بس اعتقد انه اي حد كان هيعوز يخدم العلاقه بين الشرطه وبين الشعب سنه 2007 كان لازم هيقول كلام سيء جدا من السيد حبيب العدلي. حضرتك قلت له الكلام ده؟ لا ما هو ما دي الفكرة ان احنا في جمعيات كتير جدا اشهرت قبلينا وبعدينا بتقول الكلام السيد حاجة بتقول عليه بما فيها اشهرت يعني في ناس في جمعيات كتير اللي هي جمعيات حقوق الانسان كانت بتشير باصابع الاتهام والسلبيات لكتير من سلبيات الشرطة ودي جمعيات اشهرت وخدت موافقات من امن الدولة قبل وبعد يعني قبل 2007 وبعد 2007 لحد ما قامت الثورة والجمعيات دي ليها هدف واضح انها ترشد وزاره الداخليه من خلال تقديم بس دي حضرتك الجمعيات ديت بتنشا برضو في ظرف معين واغلبها بيبقى شركات كمان وبيبقى يعني ليها ظرف خاص وتم حتى تعديل القانون على ايدين السيد حبيب العدلي في سنه 2009 بحيث اصبح من الصعب تكوين اي جمعيه حقوقيه لحقوق الانسان في اواخر عهد حبيب العدلي. لا بس احنا ما في جمعيات كتير شغاله جمعيات اغلقت منها شغال ونجاه برعي شغال السيد بهي الدين حسن شغال حسام عيد شغال يعني خالد عيد شغال طب نتجاوز الموضوع دوت ونتكلم عن نشاط الجمعيه بالزبط. بعد الثوره خلينا نتكلم من قبل الثوره كمان لو حضرتك عايز هي الفكره ان ما احنا اصلا مش قادر يعني معلش يا دكتور ايهاب انا مش هينفع ان انا اقول للمشاهدين ان في جمعيه تعمل على العلاقه بين الشرطه والشعب قبل الثوره وما كانتش تبع امن الدوله. ما خلينا نقول برضه نفرق بين اللي تبع امن الدوله بمعنى ان هو ليه مصلحه مع امن الدوله او بيقبض من امن الدوله. حضرتك خدمت في امن الدوله؟ انا لا ما خدمتش امن الدوله. مستحيل. صدقني خدمتش امن الدوله. بس أعتقد انه حضرتك اللي اسست الجمعيه دي؟ انا واحد من المؤسسين احنا كنا 20 مؤسس لما عملنا الجمعيه. كام واحد فيهم ظابط؟ واحد. اللي هو حضرتك بالظبط والباقي ناس خدموا مصر في النظام الفاسد بس ما تلوثوش او مواطنين عاديين يعني مواطنين عاديين اوكي طيب. الفكره بتاعه الجمعيه من ساعه ما اشرت لحد دلوقتي وهي نفس الخط هي ماشيه عليه هي محاوله وضع الامور في نصابها بمعنى ان اكيد في تجاوزات بتحصل من الشرطه ده قبل الثوره من قبل الثوره لا ما كانش في تجاوزات ده كان منهج اي ما احنا يعني الاصل هو التجاوز مش الاستثناء لا ما احنا عايزين برضو مش كان مش في اسم ما فيهوش ثلاجه انا مش عايز ابدو كمدافع عن الداخليه بس لازم برضو نقول ان كان في حاجات كويسه في العهد اللي فات وفي حاجات وحشه نسبه الكويس للوحش قد ايه هي دي اللي ممكن الناس كتيره وتختلف فيها انما اكيد كان في حاجه كويسه انت رايك ان نسبه الكويس للوحش ممكن نختلف فيها ما هنختلف من 1% ل 100% في مساحه كبيره جدا بس يعني اذا علامه النجاح من 50 اكيد الداخليه ما خدتش علامه النجاح والا الثوره ما كانتش قامت بالظبط كده بالظبط وعشان كده الناس اختارت يوم 25 يناير اللي هو يوم عيد الشرطه اللي كان مفروض رمز للوطنيه في تضحيه الشرطه في 52
ان هو يبقى يوم الثوره في طيب في خلينا في نشاط الجمعيه. كويس. ماشي. الجمعيه كانت بتستهدف لو اتفقنا على الهدف ان ليها هدف انها تحسين العلاقه بين الشرطه والشعب. جميل. وخليني ارجع لحاجه برضو، ليه هحسن العلاقه؟ لان مهم جدا ان المجتمع يبقى سوي، يبقى فيه الناس بتشتغل وفيه شرطه بتحميها. ده في اي مجتمع في العالم ده لازم يحصل. صحيح. وبعدين الشرطي مطلوب منه ان هو يقدم دور، وفي مقابل الدور بتاعه بياخد مقابل. وارد ان هو يخطئ، فكان دور الجمعيه انها تبرز الاخطاء دي وتحطها في حجمها عشان الناس كمان ما يحصلهاش احباط. يعني الناس اللي بتشتغل في الشرطه ما تبقاش محبطه، ما تقعد تقول له انت وحش انت وحش انت وحش على طول، او ان انت كويس 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 ومحدش بيقول له انت غلط غلطان في ايه. علما بان فيما قبل الثوره كان ان الناس خدت منهج زي ما حضرتك تفضلت، ان اللي بينقضني هو عدو ليا او مش صديق. فاحنا كان دورنا بالعكس ان احنا نقول لهم خلي بالكم ان في اصدقاء ممكن ينصحوا. فمن هنا سواء قبل او بعد النصيحه بتبقى مهمه، وخصوصا لما حضرتك بتتكلم بموضوعي. طب حضرتك ايه النصايح اللي نصحتها جهاز الشرطه قبل الثوره؟ احنا كان في مجموعه حاجات من ضمنها الموضوع بتاع مثلا البيان اللي طلع اثناء خالد سعيد ما توفى. واول بيان طلع لا ما اتقتل اصلا، توفى، هو توفى الله يرحمه. الله يرحمه. اوكي. هو يعني توفى، هي وجهة نظر يعني، هو توفى. تعددت الاسباب والموت واحد. ماشي. المؤكد ان هو توفى. المتاكد ان هو توفى بالظبط. فاحنا كان لينا رؤيه في البيان اللي طلع، وان هو كان مش هيوفي الاهداف بتاعت الناس، ومش حقق الصوره المرضيه للمجتمع، لان البيان كان فيه عور كتير جدا. ورحنا الداخليه وكلمنا معاهم، بس للاسف هم ما استجابوش للمقترح. طب ايه برضو يعني اشكال الاقتراحات او النصائح اللي احنا في البيان بتاع خالد سعيد بالذات كان لينا رؤيه ان احنا لازم نبرز للمجتمع ان حضرتك موجود من 2007. احنا فقول لي من 2000 ده في 2010. احنا كجمعيه 2010. كنا بنشتغل على حكايه ان احنا نجمع معلومات من المواطنين. بنقعد مع المواطنين بنتكلم معاهم، وكنا بنستهدف شريحه الشباب بالذات من خلال المجلس القومي للشباب، لان دي الحاجه المؤسسه الوحيده اللي ممكن نقعد فيها مع الناس. دي المجلس القومي للشباب بتاع مبارك برضو، شباب مصر. لا، هو بتاع مبارك اللي معينه، اللي عليه مبارك، والناس اللي متعينين كلهم متعينين بأمن من برضه بمذكرات من أمن الدولة. يعني حضرتك جوه النظام تماما. ما هو بحياتك لو بصيت لها من المنظور ده، طبعا عند حياتك حق، ولو بصيت لها من منظور تاني ان ده الشباب اللي بيؤهل من خلال أجهزة الدولة عشان انه يبقى مخبر. لا، مش عشان يبقى مخبر، عشان يقود الحياة. اي حد موجود في الأجهزة دي في الآخر لازم يقدم فروض الولاء والطاعة للنظام علشان يتعين. حضرتك يعني ما تعرفش انه ما ينفعش يتعين مؤذن في جامع من غير كده؟ من غير موافقة امن الدولة كان لازم ياخد موافقة امن الدولة. حضرتك عارف موافقة امن الدولة بيبقى تمنها ايه؟ طيب المهم ان احنا كنا يعني حضرتك طيب كنت داخل جهاز الدولة. اوكي. حضرتك الفترة اللي قبل الثورة احنا كان دورنا فيها ان احنا نحاول طب حضرتك نتواصل عندك معنا. خطة للانفلات الامني مثلا دي بالظبط ازاي نقضي على الانفلات الامني عشان الراجل صاحبي اللي خرشموه دوت نعمل مين انا ما عنديش فكرة وواحد وقف له ميكروباص من غير نمر وظبطوه يعني المهم أوكي. نيجي على الحته دي، بس ارجو ان حضرتك يكون صدرك رحب شويه، لان الموضوع ده مهم جدا. حكايه الانفلات الامني، في ناس كتير قوي اتكلمت في الانفلات الامني من فبراير، من ساعه ما الثوره حصلت والناس بتتكلم في الانفلات الامني. الموضوع المختصر بتاعه جدا ان احنا زي ما كنا في الاول بنتكلم، محتاجين شرطه تخدم المجتمع بصوره عادله، بتحقق فيها قانون، بتنفذ القانون، وانفاذ القانون لازم ان يكون بقوه وباحترام ووفقا للمعايير الدوليه. كويس. وفي نفس الوقت في مقابل هذا الانفاذ او هذا التحقيق للعداله والقانون والامن في المجتمع، هو بيتقاضى المرتب بتاعه. اللي حصل ان من بعد الثوره مباشره حصل انهيار امني كامل. صحيح. حريق في اقسام الشرطه و و و وابتدت الناس كلها تشاور على الشرطه زي ما سيادتك بتتفضل، ان دولت الممثل للنظام السابق، وان احنا لازم نقتص منه. حته الاقتصاص دي وارد انها تكون من مجموعه، وده بقى هدف الجمعيه، ان احنا نقول مين اللي لازم نقتص منه ومين اللي لازم نقف معاه، لان في النهايه احنا بنتصور ان لازم يكون في جهاز امن وجهاز امن قوي. طبعا طبعا. طيب هل احنا ممكن ان احنا نيجي فجاه ونغير وزاره الداخليه بالكامل؟ مش هيحصل، مش هنغير الناس، ممكن نغير المنهج، ممكن نغير السياسه، وده اللي احنا بنستهدفه في المرحله اللي احنا فيها. فاللي احنا بنقوله كجمعيه الحاج بتسعى على الاستراتيجيه اللي ممكن تكون من خلال الجمعيه، ودي اتعرضت قبل كده على الوزاره ونتمنى انها تتاخد في يوم من الايام. بنقسمها الى كذا مرحله. المرحله الاولانيه هي العلاقه النفسيه للشرطي بالمجتمع وبكيانه واحساسه بان هو بيقدم خدمه جليله للمجتمع، لان خلي بال حضرتك ان احنا بندفع له مرتب
مهما كان مش هيساوي ان هو يضحي بحياته، زي الجندي اللي على خط المواجهه مهما دفعناه عمره ما هيودي بحياته. زي كل الموظفين اللي في الدوله لا، في موظف قاعد الشعب المصري يعني. كلنا معرضين للمخاطر، بس الشرطي والقوات المسلحه دولت نسبه المخاطر في حياتهم اعلى شويه، فلازم يحس ان هو بيخدم مصر، والا هيبقى مش هيشتغل باخلاص يعني. فالعنصر النفسي فيه ان هو يبقى متوافق مع نفسه، متوافق مع الشغلانه اللي هو بيشتغلها، ويبقى فاهم كويس قوي ان هو مش فوق المجتمع ولا تحت المجتمع، هو بيأدي خدمه للمجتمع. جميل. الشق الاستراتيجي، احنا لما بنيجي نتكلم على الشرطه في لحد 24 يناير 2011 كان ليها منهج، وزي ما سألتك تفضلت كان في ناس كتير جدا مش موافقه عليه، والاحساس العام كان ان الشرطه ما بتخدمش المجتمع ولكن بتخدم النظام. بس حضرتك يعني بتوصف الامور برضو بطريقه، انا الموضوع ده ما فيهوش وجهات نظر يا دكتور. الشرطه كانت لا تلتزم بالقانون، الشرطه كانت بتنتهك القانون يوميا، كل ساعه الشرطه كانت بتنتهك. انا مش عايز ابدو ان انا بختلف مع حياتك كتير، بس هو قد يكون ده صح جدا في جزء، لا حته البرسنتج اللي احنا ممكن نختلف عليها، لان احنا في الاخر مش كل اللي كان بيخش اسم كان بيتضرب على قفاه. ممكن يكون حياتك، انا ما احبش اخش اسم من غير ما يكون واخد توصيه او مكلم حد او بتاع عشان ما اعرضش للموقف ده، انما اكيد في مواطنين كتير. فالاحساس ده مش صح، كون المواطن يصل لهذه الدرجه كده. ده معناها انها انتهاكات ممنهجه يعني. هي الفكره يعني، حضرتك بتستخدم مصطلحات دقيقه جدا فما اقدرش اتوافق مع حياتك عليها يعني. ما انا بستخدم مصطلحات دقيقه علشان ما يبقاش الكلام جزافا. ما اللي انا عايز اقوله ايه، لو وزاره الداخليه كانت بتستخدم سياسه ممنهجه في انتهاك حقوق المواطنين فيما قبل الثوره، فده حاجه من اتنين، اما ان هو في توافق بين المنظومه كلها على ده، او ان ده كان توجه وزير والناس اللي تحتيه كلها بتسمع الكلام. وفي الحالتين يبقى احنا لا يمكن ان نصلح من حال وزاره الداخليه. لان لو واحد عاش 14 سنه، لان حبيب العدل قعد 14 سنه، لو حد قعد 14 سنه متوافق على ان هو ينتهك حقوق المواطن بصفه عامه وكمنهج في وزاره، يبقى مش ممكن هيتصلح دلوقتي. فعشان كده احنا بنحاول ننظر للنص المليان في الكوبايه ونقول ان في امل، لان في ناس في الداخليه ما كانتش بتعمل اللي حضرتك بتقول عليه، ولكن كان في جزء بينتهك سياسة منهجية غير سليمة وبينتهك حقوق المواطنين، وبالتالي احنا عايزين نحدد مين الجزء ده ونستأصره. طب انا ليا صديق كان ضابط مباحث كويس، وكان دائما يعاني لانه كان بيرفض ان هو يعذب المواطنين. حصل فيه ايه؟ بس كان الكل بيضطهد، رؤساءه بيضطهدوا ومرؤوسيه بيضطهدوا. لسه موجود في الداخلية؟ لسه موجود. رائع. يبقى ده نموذج كويس، لو قدرنا ناخد منه كذا واحد هنبني بيهم وزاره الداخليه في المرحله اللي جايه. بس ده القله اللي هندور عليها. يبقى دي النسبه اللي احنا بنتكلم بالملقات. انا مش معنى كده ان الضباط كلهم وحشين، انا صحيح. بتكلم انه هناك ظروف معينه تجبر الجميع على ان يسيروا في هذا الخط. صح. طب حضرتك شايف انه قيادات الداخليه اللي كانوا موجودين في عهد حبيب العدل دولت المفروض يطلعوا معاش ولا لا؟ انا كنت شايف، او احنا كجمعيه، بلاش انا بقى عشان نبقى كجمعيه احنا قعدنا مع سيد وزير الداخليه وكان لنا رؤيه في ان الناس كلها تقيم. وبالتالي يحصل تقييم لكل واحد وفق المعايير الموضوعيه، ده كان بيشتغل فين، عمل ايه في حياته. والمهم جدا ان احنا كنا نفتح باب لشكاوي المواطنين، كل من عنده معلومه عن حد انتهك حقوق الانسان او انتهك حقوق المواطن او ارتكب. طب انا مثلا اضرب لحضرتك مثلا، امبارح في الحلقه بتاعت امبارح لفت احد الكتاب النظر الى انه الشخص اللي كان مسؤول عن اجراء الانتخابات في وزاره الداخليه خلال العشر سنين اللي فاتوا من غير ذكر اسماء هو لسه موجود يعني. صح. اللي كان بيشرف على التزوير هو اللي النهارده اللي هيشرف لنا على الانتخابات النزيهه دي، مين يصدقها؟ لا، وتم مد خدمته لمده سنه. رغم انه المفروض يطلع معاش. بالظبط. طب بس ده برضو من افرازات العهد السابق ان ما كانش فيه صف ده تاني. ده كله حضرتك ما كانش فيه صف يعني تاني، يعني ما حدش يعرف يعمل انتخابات في الداخليه برضه كده، والا ما كانوش. هو النهارده الناس فاهمه ان اي تصرف زي اللي حصل ده هيثير علامات استفهام كتير جدا، فكون ان هم عملوه هم مجبرين عليه، وده خطا لان ما كانش فيه حد تاني. طب ايه اللي يجبرهم عليها يا دكتور؟ انا والله يعني فعلا ما فيش صف تاني، ودي غلط. ده يعني ده مصر اللي ده عملت كل اللي بنت الهرم مش عارفه تطلع لواء يشرف على الانتخابات. ما ده الغلط. ما انا مش مختلف. طب لو مات هنعمل ايه؟ يعني مصر مش هتعرف تعمل انتخابات. لا، ما هو المفروض طبعا ده قضاء بتاع ربنا سبحانه وتعالى، بس كان المفروض ان يبقى في حد تاني مؤهل. اول الانتخابات تتاجل وهم اخطاوا انه ما اجلوش الانتخابات، وبالتالي تم الاستعانه بهذا اللواء عشان يقدر يدير العمليه الانتخابيه تحت اشراف اللجنه العليا للانتخابات. انا مش قادر اصدق حضرتك يا دكتور. انا متفق معاك ان انا مش قادر اصدقك انه ما فيش حد يعرف يعمل انتخابات غير سياده اللي هو ده. انا حدود معلوماتي باعتبار ان انا كنت ضابط شرطه، حدود معلوماتي ان الاداره العامه للانتخابات دي اظن فيها خمس ست ضباط بما فيهم اللي هو المدير بتاعهم يعني.
فيعني مش اداره كبيره وما فيهاش الكوادر اللي ممكن تدير العمليه. ما بنقولش ان ده صح، بس ده وضع قائم. فكان المفروض يتم تلافيه، لان احنا كنا عارفين ان في بعد الثوره مباشره كنا عارفين ان في انتخابات هتحصل، فكان ممكن جدا ان القياده في وزاره الداخليه تبتدي تعد حد ان هو يتولى المسؤوليه دي لما يجي سن هذا اللي هو الخروج للمعاش، وبالتالي يبقى في تسلم واستلام وكده. ده ما حصلش، وزي حاجات كتير بتحصل ان احنا طبعا. انا عايز اسال حضرتك سؤال صريح. اتفضل. العقليات التي تدير وزاره الداخليه تغيرت؟ لا لا، يبقى خلاص خلص، احنا كده نقفل الحلقه ونروح. لا، ما انا هقول حاجه. هو النهارده في مشكله كبيره جدا في وزاره الداخليه في اعتقادي، ان الناس في دايره العتاب. المواطن بيعتب على الداخليه والداخليه بتعتب على المواطن، وكل ده احنا لسه ما خرجناش عشان نحط خط نمشي عليه لبكره. والدليل على كده ان احنا لحد النهارده بعد 8 9 10 شهور من الثوره، اعتقد ان الوضع الامني ان ما كانش زي ما كان فهو اسوء. طب انا واحد من الناس مصدق انه الانفلات الامني مصنوع، وانه وزاره الداخليه عايزه تعلم الناس اللي عملوا الثوره دول الادب. في ناس كتير بتقول زي ما حضرتك بتقول، بس انا اعتقد ان ده مش صح. طب انا ليه؟ عندي شواهد، يعني ناس كتير بيتقال لهم كده خلي الثوره تنفعك. بالظبط بالظبط. بس ده مش برضه، نرجع لحته السياسه المنهجيه، ده مش سياسه منهجيه، ولكن هو فقدان للرؤيه. وزاره الداخليه كانت بتدار من خلال السيد حبيب العدلي لمده 14 سنه، وهو وزير داخليه كان قوي جدا، وكان بيدير الوزاره بمنظومه معينه، نتفق او اختلف فيها ده مش موضوع. فلما مشي الوزير من مكانه ومفيش كوادر تدير لدرجه ان مفيش حد تاني يعمل الانتخابات، بقى في انفلات. فعشان يحصل تجميع تاني وخط واضح، لازم يكون في رؤيه من عند القياده من فوق. وزارة الداخلية مش من الوزارات اللي ممكن تشتغل بعزف منفرد، يعني مش ممكن حضرتك تلاقي مأمور اسم الساحل بيشتغل بطريقة ومأمور اسم الدقي بيشتغل بطريقة. مفروض ان يكون فيها تناغم، مفروض تكون ماشي في خط واحد. ده الرؤية اللي احنا بنقول عليها، او الرؤية اللي المفروض تتحط من وزارة الداخلية. عايزين برضو عشان ما نبخسش الناس حقهم، ان انا كانت مفاجأة بالنسبة لي مثلا ان انا اعرف ان في 35 شهيد. انا عبد الرحمن يوسف وانت ايهاب يوسف واحنا اخوات. ليا الشرف، انا دخلت التاريخ انا كده. الله يخليك. انا رأيي انه اخواتنا ضباط وزارة الداخلية، يعني بسبب قيادتهم، يعني ربنا يعينهم على هذه القيادات التي تورطهم هم وصف الضباط والعساكر فيما ليس لهم فيه ناقة ولا جمل، يزورون الانتخابات ويرتكبون يعني أشياء كثيرة. في العهد السابق عملوا هذا الكلام علشان مليارات أحمد عز وجرانة تزيد، بينما هم في حضيض المستوى الاجتماعي. أنا رأيي أنه عدم تطهير وزارة الداخلية حتى الآن، ده معناه أن هناك من يريد أن يعاود استخدامها في أمور غير شريفة. أتمنى أن أنا أكون غلطان. أنا كمان حتة التطهير ليها طريقتين، ليها اما ان يحصل تطهير من فوق لتحت او من تحت لفوق. كويس. ومن تحت لفوق ما افترضش ان هو هيحصل في وزاره الداخليه، والا تبقى حاجه مش لطيفه وما تبشرش بالخير. جميل. وخصوصا ان كان في من كام اسبوع كان في اضراب لمجموعه من افراد الشرطه، مش ده المنهج بتاع وزاره الداخليه. فاحنا نفضل بس ده من حقهم. من حقهم. بس احنا نفضل. انا عايز اعرف راي حضرتك، هل من حق هل حضرتك تؤيد حق ضباط الشرطه وافرادها في التصويت في الانتخابات؟ في يعني في ناس طالبت بده، بس في العالم كله كده. في العالم كله. ما احنا 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 انا مقصر في ان انا ادرس اللي حصل في العالم. انما في مصر اعتقد ان ممكن يكون في مرحله تانية، لان احنا لحد دلوقتي لسه بنحبه في مجال الديمقراطيه. الشرطه ما زالت متهمه قدام الناس كلها بان هي بتساند وبتناصر. فلو دخلنا الشرطه في انها تعمل انتخابات او تبقى ليها تصويت في الانتخابات، احنا اوقات الشرطه ده كل مواطن. ما هو مواطن. بالعكس، ده هو كده. الشرطه دي كيان. ممكن حضرتك لما تلاقي قدامك برامج انتخابيه تتعلق بوزاره الداخليه، بتطهير وزاره الداخليه، ممكن دي تبقى قوه تصويتيه تختار الوزير الصالح. ما هو في قوه تصويتيه غير مباشره، اللي هي الاسر، يعني اسر الضباط والافراد والمجندين، دولت قوه تصويتيه غير مباشره. بس المباشره هتتهم اكتر. فانا افضل ان برغم ان انا عارف ان ده من حقوق الانسان وشيء لطيف ان هو يحصل، افضل ان هو يكون في مرحله نكون على
انا اسف، تكون على الاقل الصوره بقت واضحه وان الشرطه ما عادتش متهمه زي ما هي متهمه. على العموم احنا للاسف وقتنا انتهى، وانا بشكرك على تشريفك لينا وعلى الحوار دوت، وبتمنى لكم فعلا التوفيق من كل قلبي لاهدافكم اللي اتمنى انها تتحقق وينتهي الانفلات الامني دوت. دكتور ايهاب يوسف ضيفنا، الخبير الامني ضيفنا النهارده في صفحه الراي. ما تنسوش ما تركبوش ميكروباصات ما عليهاش نمر على الدائري، وما تنسوش تنضموا لنا على صفحة الفيسبوك، ونشوفكم بكرة إن شاء الله. تصبحوا على خير.